رحنا لمسجد لندن الكبير. إن شاء الله نفرجيكم أهم الأماكن في لندن، في المدن اللي راح نزورها بإذن الله. والله جيت ارتحت في الجامع، صليت، قرأت قرآن، شحنت الموبايل، خدنا فترة استراحة الظهيرة. مسجد لندن الكبير، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله الإشارة تكون قوية، إن شاء الله الأمور تكون كمان تمام التمام من مسجد لندن الكبير قرب الحديقة اللي عملنا لكم منها اللايف. بس بدنا حدا يطمننا باستمرار على الصوت والصورة إن شاء الله. هلا نفرجيكم المسجد من برا، هاي صورة من جوا مسجد لندن. احنا في لندن، مسجد لندن الكبير. ناخذكم في جولة سريعة، في مكتبة هون، في ساحة، في شغلات حلوة. هاي المكتبة الجامع، يعني قريب من الجامع الكبير تبع ستوكهولم، بس ساحاته كبيرة. هاي هون في مكتبة، بس طمنونا على الصوت والصورة. مواعيد الصلاة هنا شوي طويلة، ما بعرف. في مسجد بتلاقي فيه صلاة العصر الساعة 7، مسجد بتلاقي فيه صلاة العصر الساعة 5، هون الساعة 5. المسجد اللي رحت عند أخوي محمود المصري كان مكتوب الساعة 7، العشاء 10 وثلث، الفجر 3:30، هناك كان مكتوب تقريبا الساعة 4. مسجد لندن الكبير ما شاء الله كبير كثير، المسجد ساحاته كبيرة، أكيد فيه نشاطات كثيرة. طلعنا إلى الفضاء، أنا نفرجيكم برا المسجد كيف شكله، يعني زي كأنك مسجد البلاد العربية، زي كأنك في مسجد الحسين في عمان. هون مش مبين القبة هسه، بس نطلع لبرا كمان، بس طمنونا على الصوت والصورة. نفرجيكم المسجد شوي هيك ونتمشى في المنطقة شوي. في حدا زار منكم المسجد او بيعرف وين موقع المسجد؟ احنا بنحاول دائما نرفق صور وفيديوهات قصيرة برضو بالانستغرام، ونحط العنوان، نحط اللوكيشن، فاللي مهتم يعمل لنا فولو على الانستغرام عرب سويدن بالانجليزي، اكتب عرب سويدن او ادخل على البايو بتلاقي مكتوب عرب سويدن، بتلاقي نزلنا فيديوهات من المسجد. فاذا انت مهتم تعرف الموقع بالضبط 100%، ادخل على قناة عرب سويدن الانستغرام، عندنا اكثر من 6000 منشور، زرنا مواقع كثيرة. اذا انت مهتم وتعرف وين هاي المواقع اللي منزورها ومنروحها ومنجيها في السويد وخارج السويد، والاوتيلات والفنادق والهاي، دائما بنحط اللوكيشن الموقع. فتابعنا على الانستغرام او على اليوتيوب، برضو باليوتيوب بتلاقي عندنا فيديوهات كثيرة، او الفيديوهات كلها هاي اللايف اكثرها ننشرها على اليوتيوب. مسجد لندن الكبير، اهلا وسهلا بكم من لندن. شوفوا الورد ما احلاه، انا بحب لما يكون المساجد هيك مزبطة مرتبة، كل شيء تمام، كل شيء مزخرف، حلو المكان، حلو كتير مكان مرتب، يعني تشعر حالك داخل على قصر احيانا، يعني في شغلات مرتبه، حلو لك المساجد تكون نظيفه مرتبه، مكان كثير حلو. يا ريت بس تكتبوا لنا بالتعليقات كل شيء تمام، ادعمونا، ادعموا اللايف خليه يصل لاكبر عدد. ممكن في اخ لك جاي على لندن بده يصلي مش عارف وين، هلا بنفرجيكم العنوان هون قريب محطة باص. هذا هو السنترال موسك تبع لندن. هاي مسافر انا، ان شاء
هاي هون لندن سنترال موسك كالتشر. هلا نفرجيكم اياه من الجهة الثانية. قريب على الحديقة اللي كنا نتمشى عندها. احنا جنب الحديقة يعني. في طريق من هون بتوقع على الحديقة. هسا نفرجيكم المسجد من هون. هاي هون ها. هاي من هون بتقدر توصل للعنوان. هانوفر جيت. هانوفر جيت NW1. شوف هاي هون. المركز الثقافي الاسلامي. ما حدا كتب لنا بالتعليقات، الصوت واضح، الصورة واضحة، كل شيء تمام. ما كتبتونا عشان نعرف انه كل شيء تمام، الصوت واضح، الصورة واضحة، نكمل ما نكمل. مسجد كبير واسع، بتيجي بتصلي بتريح. شطبنا ولا لسه؟ لا لسه. من هون طريق للحديقة اللي كنا فيها، يعني تقدر تيجي من الحديقة لهون. كله تمام؟ أنا فرجيكو تقدر تروح على الحديقة وتيجي من الحديقة وتيجي للجامع. كله تمام يا رب. الله يوفق الجميع يا الله. هاي هذا هانوفر جيت قريب من الجامع. هاي الجامع. جامع مسجد لندن الكبير. يعني أنا بتوقع دائما في كل مدينة، يعني عندنا بستوكهولم في ناس صار لها 10 و15 سنة ما عمرها راحت على المسجد الكبير، ما بتعرف وينه. يعني عادي عادي في ناس ما بتتحرك، في ناس بدها الأشياء تيجي لعندها، وعايش على أنه الغربة صعبة والحياة صعبة والدنيا صعبة وهو ما بتحرك، وإذا بتحرك بتحرك حركة بطيئة. والله في ناس مقضي حياتها، والله بعرف شباب عندي حتى بالشغل بيقول لي صار لي 20 سنة ما طلعت من ستوكهولم. شو هي ستوكهولم يعني، أو المدينة اللي أنت عايش فيها؟ أنت عايش في منطقة الراحة، تحرك يا أخي، شوف مدينة تانية، شوف مكان تاني يزور. يعني الحمد لله في ناس بتاخذ رواتب أعلى منا بكثير، بس إيش الشغلة مش فكرة مصاري يعني. في ناس مش عشان شغلة مصاري، هو خلص هو حابس حاله بأفكاره، هو فكريا محبوس. في ناس معها مصاري قدي 10 أضعاف وقاعد محبوس بالمحل تبعه من الصبح لليل، حابس حاله بهالمحل من محل لمحل، وبركض وبعدين بقول لك المرة مش طايقيتني، وحاط حاله بس للشغل. لازم تعمل توجع على توزع على عجلة الحياة، شوي للمرأة، شوي للبيت، شوي للشغل، شوي لربك، شوي لدينك، شوي لحياتك، شوي لأولادك. وزع عجلة الحياة وشوي لصحتك، لأنه بعدين إذا صحتك راحت والله يمكن ما حدا يسأل فيك، وإذا عبادتك راحت راحت معك عند رب العالمين. نفرجيكم من هون الجامع حتى يفتح الإشارة. هون عند حديقة، احنا قريبين من شارع العرب. احنا هون عند الحديقة هاي بارك ريجنتس، شو اسمه ريجنتس ولا بصريش بارك. تقدر تيجي بالقطار لشارع العرب. ادوارد ادغار ادوار ادغار ورود قريب من هون. شوف السيارات هون معبة، نكتب لكم اياها، بنكتب لكم اياها هسه. شو اسم المحطة القطار اذا بدك تيجي لهون. احنا جنب محطة جنب الحديقة. هاي الحديقة هسه، شوف الحديقة هون، فرجيكم اسمها. انا قبل شوي كنت فيها بس هاي ما كنتش عارف الطريق للجامع. ريجنتس بارك هيها. لو جيت على الحديقة، محطة الحديقة هاي بتوصل للجامع، بس في عدة مداخل للحديقة. يعني طلع لهون، هاي بتذكرني بحديقة زينجزدام في ستوكهولم. هاي ما شاء الله هون المشايخ كلهم، هذا قسم المشايخ هون،
قسم الصلاة المسجد هون، جماعة المسجد الصلاة كلهم هون. والله بيحترموا هون. تقول لي هون القسم العربي، هون كل الشلة العرب هون. هذا شيء عن جد. هون لقيت ما شاء الله كل الملتحين والمشايخ كلهم جايين هون على جهة الجامع، قريبين على الجامع. اوبا وقعت تكسرت البنت. العالم هون كل واحد هاي شايفينه، من اللي بيلعب واللي بنط واللي صومالي واللي افريقي واللي غانيا واللي هندي من جميع الدول. هاي هون البوليس والموليس والعالم عايشة. والله ما شفت ولا مشكلة من وقت ما جيت هيني بتمشى، ما خليتش. بدي ألف لندن زنقة زنقة دار دار. هاي هدول الشباب كانوا بالجامعة، سبحان الله. بقول هذا من الجامع للحديقة، بقول العالم وين بتروح، تطلع من الجامعة للحديقة. صد رد. أيوة هاي العالم تيجي هون تتغدى. والله جايب معي الغداء أنا، شو رأيك تيجي تتغدوا معي؟ خروح نتغدى عند البحيرة، نكمل الحمصات والسبنغات. والله الواحد بالأجواء اللي زي هيك يا أخوان الكرام، الحدائق والأماكن هاي يعني بنفتح نفس الواحد على الأكل مع الهواء الطلق والطبيعة. بعدين هون شوفوا محجبات مش محجبات، خمار عادي ببريطانيا، خمار ما خمار عادي، ما عندهم مشكلة. صحة على قلبك يا رب. طبعا في أماكن هناك لسه في كل وين ما تتحرك. هنشوف لنا مكان هيك، هاي كأنه كان بركة. الحمد لله، الله يبسطك يا اخي، الله يبسطكم جميعا. يا ريت بس تعملوا لنا فولو، لانه كثير ناس بتشاهد وما بتعمل فولو، فما بوصل قاعد الفيديو لعدد كبير. فاعملوا لنا فولو، اعملوا لنا دعم وهذا حدا عنده استفسار، هينا بنحاول نفرجيكم اهم الاماكن، من مساجد، من شوارع، من مطاعم، من محلات. والله هون القعدة الكافتيريا هاي حلوه، هون في قعدة على الكافتيريا حلوه، نشوف اطلاله على البحيره. بس المشكلة جايبين معنا أكلاتنا، إحنا بنروح لنا نشوفنا. أوه والله قاعدة حلوة. نشوف هون الإطلالة كيف، إطلالة حلوة على البحيرة. إحنا في لندن في حديقة ريجنيتس بارك قرب المسجد الكبير. شير البث، الله يسعدكم، وصلوا لأكبر عدد ممكن، خليه يوصل لأكبر عدد ممكن إن شاء الله، عشان نحاول نقدم لكم محتوى مفيد. وإذا عندكم أنتوا أي استفسار نعرفه من جاوب، ما بنعرف نقول لك جاوب أنت. اللي بعرف يجاوب. يا ريت كمان اخواننا العرب اللي في لندن اللي عندهم معلومات، طبعا في عرب كتير عايشين في لندن وفي السويد ما بيعرفوا، في ناس ما بتعرف راسها من رجليها، صار لها يمكن 10 سنين 20 سنة عايشة بالغربة، والله ما بيعرف غير محطة القطار اللي بتوديه على الشغل او السيارة اللي بتوديه على الشغل يترجعوا على الدار، وغير هيك مقضيها نكد على نفسه وعلى مرته وعلى حياته، او العكس، او المرأة ما بتعرف غير الصالون او غير صاحبيتها وتروح عندها وترجع، وغير هيك بتقولك الحياة نكد والسويد نكد والناس ميتة، تيجي على السويد والميتة تيجي على أوروبا. هو طول الوقت بكرر العبارات هاي، الحياة نكد وبلد نكدة وبلد مش اجتماعية، ومنكرر نفس العبارات. خلاص يا أخي، إذا مش عجبتك السويد أو مش عجبتك أي بلد في العالم، خذ هالجنسية تبعتها وروح على البلد اللي أنت بتحلم فيها، ما حدا مانع حدا. يعني مدام انت وصلت لمرحلة الجنسية هذه عاد مشكلتك انت، انه انت بتكاش تروح وتتحرك. انت شغلة فكرية، اغلبنا مشاكلنا اكثرها فكرية وليست مشاكلنا مع الناس المحيطين، احنا اللي اوجدنا هاي المشاكل او احنا كبرناها وضخمناها. يعني مشكلتك ممكن مع اولادك، انت اللي مضخمها واللي مكبرها ومعطيها حجم كبير كتير بسبب ممكن تراكمات الماضي. أهملت أولادك، أهملت زوجتك، أهملت نفسك، أهملت أسنانك،
اسنانك بلشوا يوجعوك، اعطوك اشعار قالوا لك يا ابن الحلال فرشينا فرشينا ولا بعدين تخسرنا، يقولوا لك بعدين طلعت السوسه قالت لك ارحمني ما ضل لي شيء، بعدين بدي اضرب عليك على العصب وضرب العصب، بعدين قال لك قالت لك السن اسحبني عصبت كسبت، بعدين قالت لك اطحوني خلص اشلعني اشلعني وريحني. شاير البث الله يسعدك يا رب. مين معي؟ فاحنا قبل شوي كنا هون كنا ندور على الجامع، هاي سبحان الله لقينا الجامع ولقينا الحديقة، واليوم شكلنا نظل بالحديقة هاي، لا هسه بننزل على بدنا نروح على هارودس ومارودس ونتمشى شوي تحت، بس بعد ما ناكل ناكل لنا لقمتين. فيا ريت تساعدونا كمان في وصول البث لأكبر عدد، وإذا يعني رب العالمين كتب لنا يصير عندنا مورد من وراء الفيديوهات راح نزور دول أكثر، راح نحضر محتوى أكثر ونحكي بمواضيع أكثر تخص العرب والمهاجرين والمغتربين وعن حياتهم. كثير ناس كانت تحلم بالغربة عشان حياتها تتغير، وللأسف جابوا معهم مشاكلهم وهمومهم وأفكارهم التعيسة وظلهم يقلبوا فيها، ظلوا عايش بمشكلة جاره ومشكلة أمه ومشكلة أخته ومشكلة الغاز بالوطن العربي ومشكلة ومشكلة جارته ومشكلة الأخبار والحروب، وظلوا يكرر فيها فكر حاله إنه هيك بالطريقة هاي إنه راح يحل مشاكل الوطن العربي، وهيك صارت هو مشكلته ضافناها على مشكلة الوطن العربي. في ناس بضلها تتابع الأخبار عشان يحسسك إنه هو شايل هم الأسرة العربية والوطن العربي، عارف شو صار في فلسطين، عارف حزب فتح شو عمل، عارف حماس، عارف محمود عباس شو سوى، شفتهم بالأقصى كيف عملوا، بضلوا يعيد لك ويعيد ويعيد، بده يحسسك إنه هو شايل هم القضية الفلسطينية. لو قلوا له انزل تحت يلا ها يا بطل، مدام إنك أنت هاي كل هالهموم شايل هم فلسطين وشايل هم سوريا وشايل هم الوطن العربي، طيب عندك شغل بتشتغل عندك كذا، هل بلشت قريت كتاب، هل قريت قرآن اليوم، هل صليت الصلاة اليوم، بتلاقيه بده يحل قضية فلسطين وركعتين صلاة مش مصلي، كتاب مو فاتح مو قارئ كتاب ما عمره قرأ كتاب وبده يحل قضية فلسطين. بس يا أخي إذا قلبه لا عادي يصير واحد قلبه، بس مش إنه قلبه مع مشاكل، قلبه حلو الواحد حلو الواحد يفكر بوطنه وبقلبه، بس ما يقلبها على أحزان. أنا هون القصد ما يترك يهمل شغله ويهمل حياته ويهمل صحته وطول الـ 24 ساعة يسولف على برشلونة، وفي ناس طول النهار تحكي لك على برشلونة وناس مدريد وناس ميسي، وبتلاقيه بدافع لك عن رونالدو وعن ميسي وعن اللاعبين، وتقول إنه ما شاء الله حاطين له رصيد بنكي في حسابه، بتلاقيه يمكن بتهاوش مع أخوه وابن عمه وصديقه وبتضاربه في مباريات كرة القدم على ميسي وعلى رونالدو وعلى الوحدات وعلى الفيصلي، وأنا مع الكاميرون وإنت مع الجزائر وأنا مع تونس، وبتصير طوش طويلة عريضة، وأنا مع المغني الفلان وأنا بحب مايكل جاكسون وأنا بحب بصرمين، ومضيع حياته على حب وهمي ولا حدا معترف فيه. يعني أنت حبيت مايكل جاكسون ولا حبيت مادونا ولا حبيت سامانتا فوكس، سمعته بسامانتا فوكس أيام اللولو، ولا حبيت علي بابا ولا حبيت علي ماما والأربعين حرامي، يعني هذا راح حبهم مش مشكلة، بس ما يأثروا على حياتك بشكل عكسي بشكل سلبي. هم عايشين حياتهم، الممثلين عايشين وبيجيبوا مصاري، هو قلقان فيك ويل سميث انه انت زعلان عمرته ولا زعلان عولاده، وقاعد مقبض ملايين، وممكن كلياتها هاي الشغلات اللي بنشوفها مسرحيات اعلام بده يضرب، ما بنعرف احنا هلا هو حقيقة هو سيكولوجية الاعلام، ادخل واقرأ، ممكن انت عشانك ما بتقرأ ومو عارف شو بصير بالاعلام، كل حدث بيأثر عليك بحياتك، يا الله شفتوا الممثل الفلانية، شفتوا راغب علامة شو عمل، شفتوا نجوى كرم شو صار لها، شفتوا بصار في ناس مقضية حياته، شفتوا شفنا سمعتوا شفتوا ماجد الرومي، انا عم بحلم هاي الحمامة، حمامة ولا بطة ولا وزة ولا خروف ولا، السلام عليكم. وعليكم السلام. بنغلاديش؟ الحمد لله. الحمد لله. انديا انديا اوكي. انديا نيودلهي؟
سندو السندو والهند عصام 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 وات اس عصام اه ستريت ستريت عصام لايك لايك وير يو فروم I'm from Jordan. Jordan. Amman is a state. Amman. Amman is a state. You know Amman. Very yeah, good. Amman, yeah. I've been to not Jordan, Bahrain. Bahrain. Dubai, Abu Dhabi, Makkah, Medina, Riyadh, Jeddah. MashaAllah, you travel a lot. Yeah, yeah. One more I forgot. Very good, very good. I want to learn Arabic. You know, you I want to. You want to learn Arabic. You know, I open life for my friend in Sweden. I live in Sweden. You know? Sweden. Yes. Stockholm. Stockholm. Yeah. Stockholm, yes. Stockholm, yes. And we talk here about life, about everything. If you want to talk something about England. It's life. Life. Hi there. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is Imtiaz from Imtiaz. London. Imtiaz from London. Yeah. How is life in London? If you can tell them about life in London, it's good, not good, bad, very bad. The speciality of London is yes. Whatever you want to try to, whatever you try to find, you can find it out. Yes. You want mosque is there. Yes. You want church is there. Is there. You want yes. Whatever. Yes. Whatever you were after is you there. You want dance, you can dance. Yeah. You want sleep, yeah. You can. Yeah. You want to fast, you can fast. You can do iftar in East London Mosque. Yes. I was in the mosque now, London Mosque. You are welcome to my mosque. Yeah, my mosque means our local mosque. It's called East London Mosque. Yeah, London. It's the largest in Europe. MashaAllah. Largest this in Europe. Mosque. Yes. Yeah. Very nice. I like it. How many years you live here? I came here to do higher study in 2006. 2006. Oh, MashaAllah, 17 years. Yeah, I finished my study. What did you study? Accounting. Accounting. Yeah. You are accountant. Oh, you can tell. Very nice. Well, I am very happy. Imtiaz. Imtiaz, your name? Yeah, Imtiaz. Yes, very nice. My name is Raed. Zara'id. Ra- Israel. Raed. 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 Yes, yes. Welcome, it's Habibi. Ra-ya-da. Ya-da. No, I write it. It's R-A-E-D. And in Arabic? In Arabic, how we can? R. No, alif. Ra. Alif. Yeah. بعدين يا يا الهمزه مكسور همزه همزه دال دال رائد رائد yes. So I learned something from you. Yes, thank you so much. Very much. Thank you حبيبي. Thank you. Goodbye. See you again. See you. نعم سام من الاردن بط حمام وزغليل. الله يسعد مساكم يا رب. مساء الورد مساء النور مساء الجمال. طمنوني عنكم. هينا بنتعرف على الناس نحكي مع العالم مع الطيور. بس يا اخي اذا قلبوا بس انا جديده هل التيك توك تحصل به مورد؟ والله يا اخواني التيك توك عشان توصل مصاري بدك تعمل مليون قصه. يعني هاي الوردات اللي بتيجي الورده يعني واحد على جزء من $100 يعني لازم تجيك عشان توصل الدولار يمكن لازم تجيك 100 ورده. فيعني انا صار لي عندي فوق 4000 متابع. تعرفوا ممكن لحد الان انه ما وصلت لدولار دولار واحد. يعني اللي فكر بعض الناس يا اخوان الكرام بوهم العالم التيك توك بطلع الاف الدولارات. في ناس تعمل العمايل تدخل بتحديات بتقعد سهراني 24 ساعة على التيك توك والله. بتحكي انجليزي من خالتي رانيا بصرمين. انا بحكي انجليزي بحكي عربي بحكي حتى مع الصينيين عادي بحكي انا بحاول احكي بلغه الجسد. يعني لغتي بركز على لغه الجسد اكثر من لغه اللسان. ببتسم بضحك بحرك ايدي بلمس الشخص باسلوب هيك تاتش بعمل له كهرباء شوي شويه كهرباء على شويه اكسجين على شويه تنفس بتلاقيه خلص بلش يحكي معي. مش دارسين علم نفس. يعني هاي البطه شوفوا رفعت راسها. لا تزعلوا البطات والوز تصير في مشاكل وطوش. بس اذا ما عندك فولوور هل يغلقون صفحتك؟ انت بتحكي عن التيك توك ولا بتحكي عن الفيسبوك؟ انا عندي الفيسبوك غلقوه. بس بلش صار عندي الاف المشاهدات وبلشت افكر انه اعمل اشي هيك استفيد منه ماديا بعد عناء 15 سنة. انه بلشت افكر. كنت الاول مش مفكر. قلت خلص خلينا ما دام انه عندنا محتوى وعندنا 100,000 متابع قلنا خلينا نخليها مصدر رزق. اجوا الحبايب ولا الاعداء شكوا علينا.
تيك توك والله ما بعرف هاي شغلات اذا ما عندك وما عندك. انا لساتني مش بروفيشنال في التيك توك يعني بحاول اتعلم شغلات، بس بعرف شغلات في المونتاج والقصص هاي، وبحاول يعني استغل اللايف لما اكون فاضي، وبعرف بعرف اسوي مونتاج، بس المونتاج بده وقت. والله يا حبعته انه بيقولوا في بعض المنشورات فيها احتيال من الاعضاء ومن المتابعين، وفي شكاوي الله اعلم مين كان يشكي وما ردوا علي. اراسلهم ما يردوا، اراسلهم ما يردوا، ابعت لهم صوره لا كان يجيني انه في ناس من عندي من الصفحات ومن المجموعات ناشر شغلات هيك، هي هم بفسروها انه هاي الشغلات هي فيها احتيال. طب انا شو ذنبي اذا هم ناشرينها؟ فحاول ابعت لهم واصور لهم، بس ما طلعنا بفايده. خلص لما قرروا راحت عليك هاي العالم. شوفوا كيف البط والوز، الله كريم، الله بعوض عادي، الله كريم، صح ولا لا؟ هي. الله كريم. شوف العالم كيف قاعدة. شكرا على الوردة يا أخوي آدم. هات خلينا نفرجيكم البط اللي هون وبعدين نروح. البط زعلان. شو مالهم؟ Look, there's one here. I can throw it in, so I'll be one to come. Oh my God! أنا في لندن في حديقة ريغنتس، والله ما عارف كيف ألفظ لكم إياها يا أخوان الكرام. ريغنتس بارك قرب المسجد الكبير، قرب الجامع الكبير في لندن، قرب الجامع الكبير في لندن. والله لازم أروح على الجهة هذيك، مدام صرنا جايين على الحديقة جايين أروح على الجهة الثانية أشوف الوضع ولف وأرجع. على حاب أروح أشوف هاي أسواق هارودز وما هارودز، أروح أتمشى هناك عند الأسواق، بس لازم أول شيء نأكل باقي الحمصات ونظبط الوضع. هلا بنشوف لنا مكان نقعد فيه عند هالبحيرات زي ما العالم قاعدين ونكمل الغدوة. هلو. طبعا في ناس تتفرج على الموبايل وانا هيك عامل فاتح لايف، بس ابتسم بوجههم ببتسموا، في ناس بتزيح وجهها يعني خلاص بتمشى حالك، عشان هيك بحاول مرات اني ما احط الموبايل بوجه الناس لانه في ناس بتنزعج، بس هنا والله الناس متسامحه يعني الحمد لله الحمد لله. هاي انا قد ايه صار لي بصور وقد ايه باشر وقد ايه هيك انه الامور ماشيه تمام، العالم متنوع، تنوع الجنسيات كثير. سمعتوا الشاب شو حكى لما حكيت معه؟ هذا الشاب اللي تلاقيت انا وياه قبل شوي، أنا مو بسويد، أنا في بريطانيا. ريجنسي بارك، أيوة ريجنسي، لا مو ريجنسي، لا مو ريجنسي، ريجنسي صارت شغلة تانية. ريجنتس بارك، ريجنتس مش ريجنسي. هاي العمارة بتجنن اللي ورا كثير حلوة. إكسكيوز مي، هاو ار يو؟ I want to ask what is the name of this park because I can't pronounce. Regents. Yes. Someone said Regency. not right. Regents. Yep. Regents. Huh? Yeah. Very nice. This area. What is this name area? I'm sorry, but I don't really know. I'm not from here. Yeah. You not live here. Yeah. Sorry. Yeah. Another part. Yeah. London. No, I don't really know. Sorry, mate. Okay, very nice. Nice weather today. Yeah, lovely. Very nice. Regents, yeah? Yeah. Regents, thank you. Regents. اسم الحديقة Regents. Regents Park. هاي شايفين؟ نسأل الناس وهي الأطفال، شوفوا الأطفيل ماسكاهم. الأطفيل بيلعبوا، الشجريات بتجننوا.
المكان بجنن. هون ناس بتلعب وناس قاعدة بالزاوية وناس هناك. أنا دخلنا جوا الشجرة. هاي العالم هون. هاي بتقرأ هديك. شايفين يعني جميل. مكان جميل جدا. عند أنا فكرت كتبت ريجنسي. ريجنس. أيوة تمام. ممتاز. مشكور أخوي. بس أنا شفتها زي مكتوب ريجنسي. قولي شو هاي فندق ريجنسي. ريجنس. تمام ممتاز. نير ريجنس بارك. أيوة. صح ممتاز. اللي كتب هذا العنوان برضو ممتاز. مشكورين. يعني أنا ما بدي أقول لكم عن حالي بيرفكت بالإنجليزي. يعني أنا لغتي شوي متواضع. أنا زي ما حكيت لكم أنا بستخدم البادي لانجويج. أهم شيء البادي لانجويج. يعني ممكن واحد يكون يحكي إنجليزي 100% وعربي وتلاقيه جامد من دار أبو حامد. تلاقيه بتحكي معه زي كأنه شو اسمه جهاز إلكتروني. زي كأنه روبوت. فحلو الواحد لما يحكي يبتسم. قال السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم. هاي بتطول له الجملات. ايه قصده بتطول له بتضبط له الشعرات. قال السماء كئيبة وتجهما. قلت ابتسم. يكفي التجهم في السماء. فأهم شيء أخوان الكرام مش تكون عندك اللغة بس. اللغة ومع الجسد. لغة الجسد. تبتسم. تضحك. تعطي انطباعات جميلة عن نفسك. الطرف الأمامك بضحك وبحكي معك وبيستمتع معك أكثر من واحد بحكي اللغة بيرفكت. يعني أنا هسا أجي أحكي مع واحد لو بيعرفش يحكي عربي أو بيعرف يحكي عربي 100% وما يضحك وما يبتسم بقول ما شاء الله ما مصدق وأنا أخلص منه. لكن يجيني واحد أوروبي أو أجنبي وبكسر باللغة العربية وبضحك بوجهي وبيبتسم بكيف عليه بقول له استمر انطلق جرين دايزر. مساء الورد حبيب القلب. احنا رجعنا على نفس البارك بس قلنا خلينا نغطيه من الجهة الثانية ونفرجيكم إياه. وصلينا الحمد لله في الجامع الكبير وصورنا فيديوهات ونزلناهم على الانستغرام. اللي مهتم ينزل يروح على الانستغرام. انستغرام عربي سويدن. تقدر تدخلوا على البايو تشوفوا اليوتيوب تبعي والانستغرام. في فيديوهات المباشرة أكثرها منزلها على اليوتيوب. الفيديوهات هاي اللي بتشوفوها هسه المباشرة بس يكون عندي واي فاي بنزلها لأنه أكثرها ساعة ساعة ونص في منهم ساعتين فما بزبط بدون واي فاي باخذ وقت طويل جدا فبنزلهم على اليوتيوب. ومرات في منهم ما نزلت. في كتير فيديوهات راحوا طاروا مع الهواء. طيري طيري يا عصفورة. في كتير فيديوهات سويتها لايف وراحت هباء منثورة. بس انه الحمد لله يعني اللي شاهدوها استفادوا بس بعدين انحذفت من صفحة الفيسبوك ما لحقت انزلها. ولفيت بمدن كتيرة بالسويد وعملت لايفات وحكيت عن نور شوبينج وعن ني شوبينج وعن كارلستاد وعن أوروبرو وعن ورحت على أوروبرو قبل بيجي أسبوعين عملت لكم لايف. صح ولا لا؟ اللي تابعوني شافوا مدينة أوروبرو وحكينا عن القلعة وحكينا عن السوق اللي كان في أوروبرو وحكينا عن شغلات كتيرة والحديقة اللي في أوروبرو. مساء الخير ومساء النور. هاي شوف النفايات كيف مرتبة محلاها. والله صندوق النفايات يمكن أحلى من عنا من صندوق المعاشات. ما شاء الله الحديقة كل ما تمشي بتلاقي في ناس. وين هالناس هذول وين بيجوا؟ هلا انزل بوسط لندن بتلاقي عالم أمم. والله يا أخوان الكرام هون أظل أمشي ما بزهق. يعني جد يعني اليوم كم كيلو صرت ماشي اليوم؟ بدي أجيب لي واحد بس أركب لي عداد. الله هون القاعدة حلوة. طلعوا الطيور كيف؟ والله مراتي بتسأل لما بتسأل ولا بتسأل تعرف النسوان لازم يسألوا أين من أين لك هذا؟ أين أنت؟ خلاص احنا شوي كبرنا شوي. الله يعينهم اللي متزوجين جديد يعني شوي بتكون الانطلاقات صعبة شوي. يكون عندك أطفال صغار بتكونوا لسه حياتكم بدايتها. احنا صار لنا قديش متجوزين متجاوزين قصدي متجاوزين يعني بتقدر تقول من 2000 يعني من 2000 يعني بيجي 21 سنة هيك شيء 21 سنة. مش عارف وين اروح.
نقعد لنا المكان حلو. فيها طيور هون سبحان الله، في طيور أشكال وألوان بهالحديقة. من حديقة لحديقة سبحان الله. والله بدك يوم بهالحديقة هاي لحالها، يعني بدي يجي على لندن يحط له 10 ايام بس للندن اذا بدي يلفها كلها، والله يمكن اكثر حسب. والله اذا بتمشي، انا قاعد بمشي باستمرار ولساتني لسه مكتوب 100 حديقة. كندلي بارك ومندلي بارك وين نروح؟ كبيرة والله، والله حدائق لندن كبيرة. شوف قديه فيها مساحات، يعني مدينة لندن هاي قديه، يمكن نص مدينة لندن حدائق. يعني كيف عزلين الحدائق وكيف عاملين شبكة القطارات وكيف عاملين المدينة بالرغم انها مدينة قديمة جدا. يعني هاي عزل الحدائق عن المواصلات، والمواصلات تحت القطارات والباصات، يعني شغلة كبيرة يا اخوان الكرام، بدها علم بدها تفكير. والمدينة قديمة، يعني المدينة تخطيطها تخطيط قديم. كيف قدروا يعني بهالتخطيط وهالترتيب والتنسيق يوزعوا الحدائق ويبعدوا البيوت ويبعدوا السكنات؟ شغلة كبيرة. ما بعرف الصورة واضحة، الوضع تغير، شو صار معكم؟ شايفيني مو شايفيني؟ والله جعبالي أقعد بالنص هون هيك، زي هدول كيف قاعدين بالنص، جعبالي أقعد بالنص أطول هالحمصات والسبنغات وأكل. يا الله خلص كبست معي، مش عارف كيف بدي احط لكم الموبايل. يلا بنحط بنقعد على الكيس، نروح عند الشجره، نروح عند الشجره نقعد احلى. حدثنا ببغداد اكبر من ريجنز بارك، حديقتنا ولا حديقتنا؟ والله ما هي فيها حديقه الهايت بارك، عندك مش حديقه واحده، عده حدائق، حدائق كتيرة. يعني هاي واحدة من الحدائق اللي موجودة أكيد. يعني في شغلات سبحان الله، يعني حتى في الدول العربية في شغلات، يعني ما شاء الله. يعني شوف الإنسان لما بده يبدع وبده يطور وبده يعمل، والله بتشوف منحوتات وبتشوف تماثيل وبتشوف أشياء، بتقول شو هالدقة في الصنع، شو هالإبداع، شيء كبير كبير كتير. هلا ها هنا في هنا في وين نقعد يا رائد؟ قل لي إلى أين المسير في ظلمة الدرب العسير، طارت لياليه بنا والعمر لو تدري قصير. الحياة قصيرة، نقعد هون. شايف هدول العشب مطجطج، خلينا نشوف. يلا خلص بدنا نقعد نشوف الوضع. المي خلصوا، كنا نروح نشتري لنا مي بس المي خلصت. يا رب تفضلوا معنا، شو طبخين اليوم؟ شو اكلتوا؟ لا تطير منيح. شو اكلتوا اليوم؟ شو أكلتوا؟ خبرونا شو تغديتوا؟ يا رب كل شيء تمام. عارف هذول نشيلها ولا خليها هيك؟ هاي الكيس قعدنا عليه، هات خلينا نشوف شو طبخين اليوم. ها فرجيكم شو جايبين معنا، حمص وسبانخ. احنا بريجنس بارك، هاي الحمصات والسبانغات اللي ضلوا، هاي الخبزات. رحنا على مطعم تركي في شارع العرب، اكلنا لحم بعجين وجبنا سبانغ وجبنا حمص ومانجا.
وما قدرناش نكمل ما شاء الله يعني خير الله كتير. قلنا له خلص حط لنا اياهم خنروح نكمل بالحديقة نطلع نتمشى ناكل لما نجوع. تفضلوا جماعة الخير. هينا هيك على اجواء طبيعية والله الواحد بالاكل برا يا اخوان الكرام شيء حلو. بس ناقصتنا قزازة عصير. من وين نروح نشتري لنا عصير؟ شوف لنا واحد يجيب لنا عصير. حطوا لهم هون بقالة. ما في بقالات ما في بقالات يبيعوا عصير. يا ريت معنا حدا من عرب لندن يسولف لنا عن المدينة اشي. احنا بنحاول نتلاقى خلاص بنحاول نشوف الكل هيك نتعرف على حدا هون من هدول الجنسيات اللي بنلاقيه. برشلوني مرشلونة. امبارح تعرفنا واحد من برشلونة امبارح اول امبارح. واحد الباني من الجنسيات هاي. هدول حبابين كتير. ان شاء الله الى اللقاء المقبل يا رب. طيب اخوان الكرام احنا بدنا نبلش ناكل هسه بس حبينا نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله يعني هاي سوف بنفرجيكم هدول طريقة السبانخ عندهم غريبة عجيبة. هاي السبانخ شوفوا كيف يعني السبانخ بحطوه زي ما هو يعني مش بطبخوه طبخ. بس نفرجيكم كيف. انا استغربت يعني سبانخ مع بندورة مع شغلات هيك. وهي الحمص. بس الخبز مرتب. الخبز شيء مرتب. هاي الخبز تبعهم مطعم تركي هو كأنه من ازمير. مطعم تركي وحمص وما حمص وحركات. طيب الى لقاء اخر ان شاء الله. بعدين بنشوف ان اذا لقينا لنا حدا بنعمل معه لقاء وبنحكي وبنسولف. جهزوا لنا الاسئله اللي عندكم ودعمونا باللايف ودعمونا بشغلات تانية. يلا سلام عليكم في امان الله. باي باي. استمتعوا بحياتك. انجوي. لا تنسى استمتع بحياتك. احفظ هاي الكلمه every moment كل لحظة. حاول انك تستمتع. بعرف في لحظات نكدة وفي ناس تخصصهم نكد بس حاول تغافل تجاهل عشان صحتك. تمام يلا باي سلام.